السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة نقضيها معكم في هذه الحلقة من برنامج سيدتي، مجلاتكم التلفزيونية اليومية التي نقدمها لكم من استوديوهاتنا بالإمارات جدة والرياض. أحييكم وأحيي زميلاتي في الرياض وجدة. مساء الخير. مساء الخير دانا، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين كاملتين، نقدم لكم من خلالها مواضيع جديدة ومتنوعة. قبل ما نتعرف على مواضيعها أو عناوينها، أمسي على زميلتي في الرياض خلود. مساء الخير. مساء الخير جيهان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، مواضيع منوعة تهم كل سيدة عربية في حلقتنا لليوم، نتعرف عليها مع زميلتنا دانا. إليك دانا. شكرا خلود. مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا عبر حسابات برنامج سيدتي على تويتر وفيسبوك الظاهرة على الشاشة، ونبدأ الآن مع أبرز عناوين اليوم في سيدتي اليوم. الهوس بعملية التجميل وتحول بعضها إلى قصص مرعبة لأصحابها. المنتدى الدولي الثالث للتعليم العام، خطوات تعليمية نحو العالمية. أطعمة قد تساعدك سيدتي للتخلص من رائحة الفم الكريهة. والكفوري وإليسا احتفلا بيوم الحب سويا بعيدا عن التصريحات الإعلامية. ادخار الأبناء من مصروفهم هل يوفر لهم الاستقلالية المادية؟ بطاقات الائتمان هل تعوق الادخار وتحول حياة البعض إلى فوضى مالية؟ نبدأ حلقتنا بأخبار السعودية. زلزال ريهام يطيح بسبعة رؤوس في صحة جازان، هذا هو المنشط الرئيس لصحيفة الشرق التي أوردت خبر الإطاحة بسبع قيادات في صحة جازان، اعتبرتهم متسببين في الإهمال الذي أدى إلى نقلهم دم ملوث بالإيدز إلى الطفلة ريهام الحكمي. وجاءت الإطاحة السريعة ضمن 11 قرار اتخذته الوزارة على خلفية الحادثة. ننتقل لصحيفة الجزيرة، إذ تفاجأ شاب يعمل في بيع الأثاث المستعمل بعد شرائه دولابا مكتبيا بوجود مئات الملفات الخاصة بطلبات التوظيف في قطاع التعليم. وأظهر فيديو وصل للجزيرة أونلاين شابا يستعرض مئات الملفات الخاصة بمتقدمات لوظائف تعليمية إلى وزارة التعليم والتربية والتعليم، وحسب الشاب فإن الملفات تحمل أوراق تقديم رسمية، مضيفا أن بيانات المتقدمات للوظائف ما زالت موجودة لديه. ومن أخبار السعودية لأخبار المشاهير، وفيها إليسا ووائل كفوري يجتمعان في عيد الحب، وعبادي الجوهر يوضح أسباب غيابه عن الجنادرية. لنتابع. نبدأ أخبار المشاهير لليوم بليلة جديدة من ليالي الطرب بمهرجان ربيع سوق واقف، حيث التقى عشاق الطرب الأصيل العملاق الفنان عباد الجوهر الذي أطل عليهم وصدح بعدد من أغانيه القديمة والجديدة. سعيد جدا بهذه المشاركة مع نخبة كبيرة من زملائي الفنانين والفنانات المشاركين في المهرجان. علاقتي بالجمهور القطري علاقة كبيرة وعلاقة وطيدة لها أكثر من 30 عام. أما بخصوص جديد الفنان عباد الجوهر، ما في تفاصيل الآن لأنه إحنا لسه بنحضر، يعني التحضير يأخذ وقت طويل ويأخذ، لكن في تعاونات مع مجموعة كبيرة شعراء تعاونت معهم وشعراء لأول مرة تعاون معهم، في تشكيلة كده إن شاء الله تعجب الناس. وبضحك علي ما
وكان قد سبق الحفل مؤتمر صحفي عقده الفنان عباد الجوهر تم فيه التطرق إلى عدد من الموضوعات كان منها أسباب عدم مشاركته في جلسات وناسا. هم كلموني ونعتذرت لأكثر من سبب أهمها يمكن أهم الأسباب، أنا إذا ما دعيت في الأول لا ألبي في الآخر. نقطة أخرى، أنا هذا عملي فني وأنا لا أغني بلا مقابل. ولم يخلو المؤتمر من موضوعات أخرى كعدم مشاركته أيضا في مهرجان الجنادرية الذي غاب عنه خلال الدورات الأخيرة. هذه هناك لجنة في الجنادرية هي اللي تحدد أسماء الفنانين وتحدد مشاركاتهم، أنا ما لي علاقة بها، بس أنا ما أعرف سبب عشان أقدر أجاوبك الحقيقة. من قطر إلى لبنان، حيث أحيا النجمان وألك فولي وأليسا حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب بحضور حشد كبير من الإعلاميين والشخصيات الاجتماعية. إليسا بفستان أسود على المسرح وقدمت مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة من ألبومها أسعد وحدة. أما وائل كفوري فقدم مجموعة من أغنياته التي ألهبت الحضور الذي تفاعل معه بشكل كبير. من وحي ربيع جلسة تصوير لرابع الزيات بثلاث إطلالات مستوحاة من أجواء الريف الفرنسي والإنجليزي، لنتابع. أن الربيع يحب الحقول والورود البرية، وبما أن خطوط الموضة تركز اليوم على الأقمشة المطبعة بألوان الأزهار الصاخبة، جلسة تصويرية أطلت فيها العارضة بثلاث إطلالات مختلفة وصاخبة. أما المكياج فجاء معاكساً للجو المزهر ليكون ترابياً بألوانه الطفيفة يشبه الريف الفرنسي والإنجليزي. أما الشعر فتصفيفاته تشبه صخب الطبيعة لتعبر هذه الجلسة عن الربيع والفرح والحيوية التي يمثلها هذا الفصل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود من بعد لمتابعة فقرات حلقتنا اليوم، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك، ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.
بكم من جديد. أكد تقرير صادر عن وزارة الصحة أن مجموع القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية الناتجة عن الأخطاء الطبية تجاوزت 1000 حالة خلال عام واحد. فهل للمريض دور في الأخطاء الطبية؟ وما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً في عمليات التجميل؟ المزيد مع جيهان في جدة. شكرا دانا. بالفعل كثيرا ما نسمع عن الأخطاء الطبية التي تلي الخضوع لعمليات التجميل والتي تسبب أو تتسبب في الكثير من الجلطات الدموية أو النوبات القلبية والكثير من التشوهات. اليوم حنتعرف على الأخطاء الشائعة لعمليات التجميل خاصة مع تزايد هوس السيدات لهذه العمليات. خلينا نشوف التقرير ونعود للحوار. لم يعد سرا حين نعرف أن هوس عمليات التجميل أصبح حالة شائعة في مجتمعاتنا العربية، بل ويبدو أنها باتت مسألة يتم قبولها بشكل أكثر تفهما من قبل بسبب بحث المرأة باستمرار عن الجمال مهما كلف الأمر. وهذا ما يمكن ملاحظته بسهولة مع انتشار مراكز التجميل الطبية وتقديم بعضها لمغريات تجعل من الأحلام حقيقة وتدفع المرأة للتخلي عن الحذر والاندفاع نحو التجربة. رغبة المرأة في الحصول على مواصفات خاصة سواء في الوجه أو في الجسم أو الأطراف قد تجعلها تنساق خلف وعود واهية تطلقها بعض مراكز التجميل التي حولت الأمر إلى تجارة مستخدمة أساليب كثيرة لاستنزاف المال واستغلال الراغبات في الحصول على الجمال التي يدركن أنهن وقعن في موقف الضحية. الجراحة الخاطئة واستخدام مواد الحقن الرخيصة وتكرار العمليات بالإضافة إلى عدم احترافية بعض أطباء التجميل واللجوء إلى الصوالين كلها أسباب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب وخيمة تنعكس في النتائج الأخيرة للعملية التي قد تتحول إلى مضاعفات وتشوهات قاسية تؤثر على جمال المرأة والصورة التي كانت تريد الحصول عليها، وهو التأثير الذي قد يمتد لفترة طويلة ويؤثر على حياتها بشكل كبير. لبرنامج سيدتي رغد السليماني، جدة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور ياسر حلمي، استشاري جراحة التجميل وزراعة الشعر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أنت تعتقد أنه الدكاترة أو أطباء التجميل بيحبذوا أن هم يتكلموا عن الأخطاء اللي بتصير في مهنتهم؟ ده ضروري. جراحة التجميل الحقيقي اللي بيحب مهنته طبعا ما فيش أي تخصص بالذات في علم الجراحة لما ليه مضاعفات، لكن التجميل بالأخص زي ما التقرير كان بيقول وحضرتك قلتي قبل كده في المقدمة أن في هوس بجراحات التجميل وهناك بعض الأخطاء الطبية اللي بتحدث. بعض الأخطاء الطبية بتحدث لأسباب الحقيقة أسباب قد تكون في المريض نفسه، أسباب قد تكون في اختيار نوع العملية، أسباب قد تكون في الجراح نفسه، أو أسباب قد تكون في المكان اللي بيجرى فيه الجراحة. لكن خلينا نتفق الأول أن أي عملية من عمليات جراحة التجميل كتدخل جراحي لابد أن لها مضاعفات. يعني يتوهم البعض أن جراحة التجميل أو مبضع أو مشرط الجراح ده شيء سحري بمجرد لمسة سحرية بدون ألم وبدون ندبات وبدون أي أثار، جدا قد يتحسن المريض ويحصل على حاجة سحرية. وده يدخلنا في ما يسمى بالأنرياليستيك إكسبكتيشن أو التوقع المبالغ فيه من المريض والسيرجيكال ليميتس او الحدود المعرفيه والعلميه اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفها لنا. فاذا اذا لم يلتقي هاتين النقطتين لم يلتقيا مع بعض ممكن يحدث اخطاء. طب تحس انه طبيب التجميل بيخبي هذه مثلا النتائج هذه التوقعات عشان ما يخلي مثلا الزبونه تهرب؟ لا، هو اعتقد في نقطه مهمه زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا اربع اركان لنجاح عمليه التجميل. جراحه التجميل دي شراكه ما بين المريض وما بين الطبيب،
والمكان اللي هتجرى فيه الجراحة ونوع العملية الجراحية التي يتم اختيارها. يعني ربما تأتي سيدة بتبحث عن مشكلة لزيادة الدهون في البطن، قد يكون الحل هو شفط دهون، قد يكون الحل هو شد بطن، قد يكون الحل هو بعض الحقن الموضعية أو استخدام ليزر شفط الدهون، أو قد يكون الحل هو ما ينفعش ده كله، لازم البودي ويت ككل يخس الأول وبعد كده نحدد إيه الاختيار. ليه بيحدث الخطأ؟ أعتقد في رأيي الشخصي أنا ومن خبرتي المتواضعة أن في أوقات كتير جدا المريضة بتدفع الجراح أنه يعمل حاجة بياند البيزك نوليدج، او يعني هي عايزه تعمل بروسيدور معين هي متخيلاه، فيقوم يطاوعها لسبب او لاخر، قد يكون سبب مادي او قد يكون عدم تمكن من حرفيته، فهنا بتكون المضاعفات والمشاكل. برضو مشكله الصالون اللي بيحصل حقن بعض المواد الرخيصه اللي بتحصل فيه ده قد يسبب مشاكل كتير، وياما بيجي حالات كتير فعلا حقنة نوع من انواع الفيلرز. حد نبغى نتكلم عليه بعد شويه دكتور بتفصيل يمكن، بس انا ابغى يعني في الاول يعني سؤالي انه يعني مضاعفات وتشوهات ويمكن لا سمح الله يعني دخول في غيبوبه، ليه كل ده التعب؟ هقول لحضرتك. اولا جراح طبيب التجميل والمريض نفسه، اول جراح التجميل دي حاجه مهمه جدا، يجب ان الست اللي داخله بالظبط علشان تعمل عمليه جراحه جمال، خلينا نعرف الاول ان جراحات التجميل ممتده، يعني ما مش بس هي جراحات الجمال، هي جراحه التجميل. جراحه التجميل بيدخل في الكريكولم او المحتوى العلمي بتاعها حاجات اخرى زي جراحه اليد وكسور الوجه وامراض اورام الجلد والوجه والعيوب الخلقيه في الاطفال والليزر وحاجات كتير جدا، لكن جراحات الجمال بالاخص المريضه جايه سليمه لا يصح ان هي تجري جراحه وتخرج بمشكله. طيب ده ينبغي علينا ان احنا نخلي بالنا ان المريض اللي عنده امراض مزمنه زي الضغط زي السكر زي القلب لابد يكون هناك انتقاء جيد للحاله الصحيه العامه للمريض. لابد يكون هناك انتقاء جيد للتدخل الجراحي المظبوط اللي هيحصل لهذا المريض. لابد يكون الطبيب اللي بيجري الجراحه مش بس حصل على الشهادات العلميه ومسجل عضو في بلده في جمعيه جراحه التجميل ومؤهل ومدرب تماما، لابد انه يكون عنده الكلينيكال سنس والتدريب الكافي والمهني الحرف الكافي عشان يقدر يختار التدخل المناسب للعيان المناسب. ويختار عيان، يعني ما ينفعش ان انا مشكله مريضه عندها اوبيزيتي عاليه جدا وبعدين اجي اقول لها احنا هنعمل لك شفط دهون، لا، والبودي ماس اندكس او معدل قوه الجسم بتاعها عالي جدا، لازم تخس لازم تخس وتتعالج كويس ويبقى الضغط والسكر كنترول، ما عندهاش مشاكل مرضيه مزمنه. لابد ان انا اختار المكان الكويس اللي هجري فيه الجراحه، يكون معقم حتى لو هي اوت بيشنت بروسيدور، حاجات سريعه تبقى كلين روم وغرفه نظيفه. هذه الاشياء لو الاشياء دي اختلت من هقول لحضرتك تحدث المضاعفات. اما مضاعفات اللي هي ان بعد العمليه في علامه او في ندبه فده ريكوردد في التكست بوك، معروف ان في جيناتيك فاريشن، خاصه احنا في المنطقه العربيه بيبقى البشره سمراء شويه، فيبقى في قابليه ان الندوب تعلم شويه، لا ده بيبقى مقبول وليه حلول، سواء بالحقن الموضوع للكورتيزون او سواء باستخدام كمان الستيكرز حق السيليكون بالظبط او السيليكون شيت بالظبط، يعني في كذا حل ليها. الحاجات اللي هي اوريدي وورلد وايد متفق عليها ان دي مضاعفات محتمله ومقبوله بعد الجراحه، ده مقبول. طب ما لها اختبارات قبل العمليه؟ يعني هو يقدر يعرف انه هو مثلا جلده حساس فمن بدايه يوصف له هذا الشيء. واهم الاختبارات اللي ممكن تحصل اللي هو النقاش المستفيض والطويل جدا مع المريض قبل الجراحه، يعني الجراح لازم يناقشه بالذات في التاريخ المرضي، هل في عمليات قبل كده والعمليات دي كان ليها اثار يعني بعد العمليه اللي اجرتها، حتى لو زايده حتى لو مراره، هل في ندبه، ويبص عليها ويناقش معاها ان توقع ان انا هجري لك جراحه في الثدي او في البطن هتبقى الندبه بالشكل ده، يبقى في حلول بعد الجراحه، هنعمل ليزر، هنعمل سيليكون زي ما حضرتك قلتي. يعني وبعدين في ملاحظه ليا هنا في المرضى الحقيقه في السعوديه، في التاريخ المرضي لما تيجي تكلمي مع المريضه بتتعالجي من مرض مثلا معين ضغط وسكر تقول لك لا، وبعد شويه تقول اصل انا علاج السكر، الله طب هو اصله مظبوط يا دكتور فيبقى ما عنديش سكر. طب لا، بس هذا ما يبان في التحاليل معاكم؟ بيبان طبعا، بس الحاجات دي مهمه جدا في التاريخ المرضي اثناء مناقشه مع الطبيب، ان ان ديتيلز نعرف اذا كان عندها غده، عندها سكر، عندها ضغط، يعني كل هذه الامور مهمه. لو اختل اي ركن من الاركان دي، سواء الدكتور غير مؤهل كويس، غير متمرن، غير خبير في تخصصه، او المريضه نفسها عندها بعض الامراض المزمنه، او تم اختيار جراحه غير مظبوطه بالنسبه لها لا تناسب حالتها، شور هتحدث اخطاء. الاخطاء اللي حضرتك اتكلمت عنها في الانترودكشن وانت بتقولي بيحصل تصل لبعض الغيبوبه او
او الجلطات طبعا نعم. دي ميجور كاتاستروف يعني دي حاجه مصيبه كبيره لان المريض التجميل زي ما بقول لحضرتك لا تم اختياره وخضعنا للشروط دي كلها ما يصحش يا داخل عشان تتجمل تطلع بمصيبه صح. او تطلع بمضاعفات شديده لا هذا غير مقبول بس الحقيقه ان اللي بيبقى مسؤول عن الحاجات دي بعض الكتابات الصحفيه او البرامج التلفزيونيه اللي بتبقى دعائيه صحيح. او مدفوعه بتوهم الناس ان جراحه التجميل دي سحر لا هي جراحه محترمة جدا مبنية على العلم والتخصص والتشريح الجراحي الدقيق متى التزم الجراح بهذا العلم ومتى كان لديه الخبرة والتمرس والتزم بقواعد لاختيار المريض المناسب للتدخل الجراحي المناسب تماما اعتقد المضاعفات المرعبة دي طب دكتور حضرتك اتكلمت على ايش المفروض الدكتور يسوي وايش المفروض المريضة تسوي دحين خلينا نتكلم على العواقب او الاخطاء تمام ايش الاخطاء اللي هي يعني تماما يعني يتهم بها طبيب التجميل وايش الاخطاء اللي يعني دائما هي تكون للمريض فقط الاخطاء اللي يتهم بها الجراح التجميل هي اخطاء المهنيه الواضحه والصريحه بمعنى انه كان ينبغي ان يجري تدخل معين او يجري خطوه معينه في العمليه ولم يجريها يعني في حالات شد البطن ساعات مثلا ممكن يبقى عندنا ضعف في عضلات البطن لابد ان الدكتور يقوي عضلات البطن لو عضلات البطن احنا نتكلم على ايش على شد البطن على شد البطن مثلا يعني مو بس يشد كمان حتى يربط يقوي عضلات البطن لو في ضعف في هذه العضلات نعم ولو المريضه عندها مشكله مثلا في حاله الربو او عندها كحه مزمنه يعني يشد يعني لازم يعملش العمليه دلوقتي الا ما كنترول حالتها الاول لو هو ادخلها العمليات وهي عندها مثلا مشكله في الصدر وبالتالي يحصل لها كافنج على طول بعد الجراحه وعضلات بطنها ضعيفه فبالتالي ممكن الجرح يفتح ويحصل فيه مضاعفات اذا هذا خطا مهني منه من البدايه صح. في تقييم الـ 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 الوقت اللي يجب ان يجري فيه التدخل الجراحي بعد السيطره على الحاله المرضيه اللي عندها طيب لو هو شغال في البطن هناخد شد البطن كمثال مثلا او شفط الدهون لو هو في اثناء التدخل الجراحي حب ان هو يعمل تشريح جراحي في منطقه معينه مثلا في الاجناب ده غير مسموح ليه؟ لأن ده في التغذية الدموية اللي بتشيل الأوعية الدموية احنا ما بنقطع تحت في البطن عشان نشيل الجلد الزيادة والدهون الجدار البطن ده ليه تغذية دموية بناء على علم التشريح في تغذية دموية جاية من تحت في تغذية دموية جاية من الضلوع في من الأجناب في من فوق فإذا الجراح قطع اللي تحت يبقى شوت بريزيرف أو يحافظ على اللي جاي من فوق واللي جاي من الأجناب صح. لو هو بقى قطع كمان اللي جاي من الأجناب إذا هذا خطأ طبي جسيم وقع فيه يعني هناك أخطاء يقع فيها الطبيب الغير متمرن طبعا صحيح. او اللي لا يتخذ الاجراءات ولا يتبع القواعد العلميه والاساسيه للطب ممكن يقع في اخطاء فعلا نعم. في اخطاء من المريضه بالذات الفتره اللي بعد الجراحه مباشره يعني بعض المرضى بقى مهم جدا تقليل التدخين او ايقاف التدخين مهم جدا عدم الحركه بطريقه معينه بالذات في حالات مثلا البريست امبلانت لما بنحط عمليه صحيح. تكبير الثدي نقول لها بلاش تحركي ايديك كتير لان الحركه ما بيتحط بوكت في الثدي فانا عامل سبيس لو اتحرك عليه على طول التيشوز نفسها يحصل فيها تير او تمزق فيحصل بعض انواع النزيف او بعض انواع صح. دموع الانسجه فيحصل تقول لك انا حاسه بابلز في صدري او حاسه بعض المشاكل ده ليه؟ لان هي لم تلتزم عندنا في مصر بتعمل عمليه وتقول تسوق العربيه بوصل ولادي المدرسه او هنا في المملكه بتتحرك وحركتها بايديها فبيحصل مشاكل ده بيبقى السبب فيه هو المريض وليس الجراح صحيح. في مشاكل تانية يتهم بها المكان اللي أجريت فيه الجراحة صح. بحيث ان حصل فيه تلوث في الجراحة نفسها او ان كان عدد الناس سيركوليتنج في الأوضة ده مفروض يبقى مينيمايز للعدد قليل قدر المستطاع موضوع الكلينينج او التعقيم او الاستراليزيشن كان فيه ديفكت فهناك اخطاء قد تحدث اما من الجراح نفسه او من المريضة نفسها خاصة بعد الجراحة او اخفت حالة مرضية مهمة مثلا قبل الجراحة او المكان اللي أجريت فيه الجراحة دكتور ياسر حلمي يعني هذا الموضوع شائك جدا ويبغى له حلقات وحلقات ويعني للأسف الوقت داهمنا فأنا أشكر تواجدك معانا وأشكرك على هذه النصائح وإن شاء الله يعني السيدات كل واحدة تشوف نفسها جميلة وإن شاء الله ما تحتاج لكل هذه الأشياء الجمال أشكر الله. تواجدك والجمال مشاهدينا شاركونا اليوم في موضوعنا الرئيسي على صفحة سيدتي نت وعلى الفيسبوك وتويتر بالإجابة على سؤالنا لليوم هل تعزز زراعة الشعر الثقة عند الرجال جاوبوا على السؤال فاصل قصير ومتابعين معكم سيدتي خليكم معنا
اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، المنتدى الدولي الثالث للتعليم العام، خطوات تعليمية نحو العالمية. أهلا بكم من جديد. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، يرعى اليوم وزير التعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله حفل افتتاح أعمال المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم. نظرة على فعاليات المنتدى وحفل الافتتاح مع الزميلة دانا دلقموني من الرياض. أهلا دانا. دانا، من هو ضيف شرف المنتدى لهذا العام؟ ضيف الشرف في منتدى التعليم الدولي لهذا العام كانت دولة فنلندا. طبعا دولة فنلندا حصلت على مستوى العالم في أفضل مستوى تعليم، فالحمد لله تم تناول التجربة من خلالهم، من خلال جلسات العمل والوراش. حسنا، وكيف شفتي الحضور؟ الحضور كان مميز، بالأخص من الشركات اللي شاركت في المعرض. المعرض سيتم افتتاحه بعد ساعتين تقريبا. كان في حضور من العنصر النسائي جدا واسع والعنصر الرجالي كمان. كان في شركات ورجال أعمال وتم توقيع شراكات. نعم دانا، خبرينا عن عدد الأوراق المقدمة لهذا العام وماذا يتضمن المعرض؟ تمام، عدد الأوراق المقدمة لهذا العام بلغت تقريبا 43 ورقة عمل، كانت متنوعة في مواضيعها. طبعا المركز الرئيسي فيها كان هو عن التعليم وعن تطوير الأداء وتحسينه في المملكة وفي كل دول الخليج. بلغ عدد الزوار لورش العمل والجلسات تقريبا 40,000 زائر. نعم. أما بالنسبة للمعرض تقريبا كان متعدد من مدارس أهلية ومدارس خاصة وشركات ورياض أطفال. طبعا سيتم إطلاق مبادرة في المعرض كمان للتعاون بين هذه الشراكات كلها من حيث المدارس أو دور الحضانة، وفي ممكن يكون سكوب إعلامي إنه أكاديمية ريال مدريد مشاركة حاليا في المعرض كأكاديمية رياضية. حلو دانا، أنت اليوم كنت بالمعرض وأعدتي لنا هذا التقرير، خلينا نتابعه مع بعض. أكيد تسلمي يا دانا. كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، انطلق صباح اليوم معرض ومنتدى التعليم الدولي في مدينة الرياض، والذي يعتبر أكبر تجمع لتطوير التعليم ومكوناته على مستوى الشرق الأوسط. افتتح معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي ورش العمل والجلسات العلمية التي تقام تحت شعار التقويم للتحسين والتطوير. بعد ساعات قليلة يستعد حضور المنتدى إلى افتتاح المعرض والذي يشارك فيه نحو 250 عارض بحضور وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. معنا مباشرة من المنتدى الدولي الثالث للتعليم مستشار أول التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية الأستاذة ممتاز العبد الله. أهلا أستاذة ممتاز. يا هلا فيكي، شكرا على استضافتكم. شكرا لتواجدك معنا. في البداية، ما هي الخدمات المقدمة من قبلكم؟ احنا تابعين للسفارة البريطانية، القسم التجاري للسفارة البريطانية. عندنا 3 فروع في المملكة،
في الرياض وفي جدة وفي المنطقة الشرقية ونغطي المملكة كلها. وعندنا 24 مستشار في مختلف المجالات. وبالنسبة إلي أنا مسؤولة على التدريب والتعليم في السعودية كلها، ومسؤولة على مساعدة سيدات الأعمال على الشراكة. نعم، فهذه وظيفتنا. وكوني مسؤولة على التدريب والتعليم، أنا السنة اللي فاتت مريت على المعرض وشفته من أنجح المعارض. فالسنة هذه عملت ماركتينج، بيك ماركتينج كامبين في بريطانيا، أساس أن نستهدف الشركات البريطانية لمجيئها للسعودية. معنى الفرصة الاستثمارية في مجال التعليم والتدريب هائلة في السعودية. يعني كفاية أنه البجت الميزانية تبع التربية والتعليم أو 240 بليون ريال سعودي، which is equivalent مقابل 54 دولار بليون دولار. ف there is a lot of opportunities، في فرص استثمارية كثيرة في هذا المجال. ما هي الفرص؟ إنه الشركات السعودية في جميع المجالات في التعليم، إذا قلتي على تدريب المدرسين والمدرسات، إذا قلتي عن الكوريكولم المواد التعليمية، عن الشركات الاستراتيجية في التكنيكال فوكيشن المؤسسات التعليم المهني وال technical vocational training، ففي كل المجالات دي. كل تكلمتي عن school supplies، يعني عندكم 539 مدرسة حتنبنى في هاي السنة. فهنا في فرص من جميع المجالات، من ناحية الاكويبمنت، من ناحية السوفتوير، you name it. يعني فهذه هي المكان المفروض كل الشركات العالمية ان تيجي وتساعد to provide quality education. وبريطانيا معروفة بالإدوكيشن تعتبرنا من أحسن البلدان في التعليم والتدريب. وكمان يعني هي في شركات كثيرة شغالة الآن في بين المملكتين، بين السعودية وبريطانيا، بس نحن نطمح للأكثر كمان. نعم، بالنسبة للمنتدى كيف وجدتي ما كانت أهم أهدافه؟ والله up to now، يعني إلى الآن هو لسه فاتح له كم ساعة. الحضور الصباح أنا كنت كتير مشغولة، أنا عندي ستاند فكنت مشغولة كتير، وكان في كتير interest رغبات في المشاركة. فأتمنى إنه يستمر هكذاك. وفي كمان كتير شركات بريطانية أعطت ورش عمل، فأتمنى إن تأخذ بالتوصيات التي تطلع من هاي ورش العمل. طيب، وما الهدف من مشاركتكم في الدورة الثالثة لمنتدى التعليم؟ ما الذي يضيفه مثل هاي اللقاءات والمنتديات لكم؟ زي ما قلت لك إنه we are looking for partnership، إحنا هدفنا نلاقي partnership أو استثمار من ناحية الشراكة، الجوينت فنتشرز. كمان في شركات حابة إن تستثمر في السعودية، يعني تفتح شركات 100% owned by UK companies. نعم، طب هل قدمتم أوراق عمل معينة؟ في قدموا عدة أوراق عمل، بس بصراحة لسه مش معايا الآن، مش حاضرة معايا. فإن شاء الله في ورش عمل كتير كتير كويس، يعني خاصة بالسوفتوير. طيب، ما هي أبرز التحديات؟ وبعدين صراحة المعرض فيه من جميع دول الخليج. نعم، طب خبرين عن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم. يعني هي احنا نصيحتنا للشركات البريطانية انه لما تيجي على السعودية لازم يكون عندك patience، ولازم you have to have commitments، يعني لازم توري انه you have commitment to the country. معنى الفرص هنا، فاعتقد different cultures is يعني تجيب بعض التأخيرات، بس in the end في الاخير الشركات المستثمرة في السعودية are very happy with the environment. جميل، أكيد صادفتي العديد من الزوار اليوم بالستاند، شو كانت أبرز الأسئلة اللي ناس بتسألك إياها أو الزوار المهتمين؟ يعني معظم الزوار كانوا يدوروا شراكة باللغة الإنجليزية، شراكة بالتيشر ترينينج تدريب المدرسات، وفي بعض منهم كانوا يدوروا على شراكة مع مدارس بريطانية يعني تفتح هنا في السعودية. وعلى أي أعمار بتركزوا في البرامج اللي بتقدموها؟ احنا من جميع الاعمار، يعني من KG up to PhDs. نعم، يعني زي ما قلت لك احنا الوسيط بين الشركات السعوديه والشركات البريطانيه. We don't offer anything, we are only the bridge that connects المملكتين.
وأستاذ ممتاز، طيب التعليم الإلكتروني هل سيتم طرحه في المنتدى؟ في بعض من الشركات البريطانية عملت ورش عمل بالإلكترونيك ليرنينج، بس زي ما قلت لك اليوم لسه أول يوم، يعني لسه يدوب فاتح كم ساعة، يعني نتمنى أن يكون في أكثر في اليومين في لغاية نهاية الأسبوع. أستاذ ممتاز العبد الله، مستشار أول التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع من بعد فقراتنا، ابقوا معنا. بيتك هو عالمك الذي تلجئين إليه للشعور بالراحة. إن كنت تحلمين بتغيير إحدى أهم غرف في منزلك، فحلمك مع سيدتي أصبح واقعاً. التقطي صورة لصالة الاستقبال وغرفة الطعام وغرفة النوم مع تحديد السبب الذي يجعلك تريدين تجديد بيتك، وارسليها عبر صفحة سيدتي .net على الفيسبوك. شاركي بمسابقة مجلة سيدتي لتجديد أثاث بيتك وترقبي نتيجة المسابقة الشهرية، فبيتك قد يتحول إلى بيت الأحلام بلمسة سحرية. سيدتي بعد الفاصل، أطعمة قد تساعدك سيدتي للتخلص من رائحة الفم الكريهة. أهلا بكم من جديد. كثيرا ما يشتكي البعض من رائحة الفم الكريهة. مع خلود في الرياض نتعرف على أسباب رائحة الفم وكيفية علاجها. إليك خلود. شكرا دانا. قبل أن نتعرف على وسائل العلاج نشاهد آراء استطلعناها حول رائحة الفم وأسبابها الكريهة. نشوف التقرير هذا ثم نعود إليكم. البصل أكيد، البصل الناي، أكل يعني وجبات سريعة، أكلات الدسمة، إضافة لمؤخرة اللسان هي اللي الأساس اللي يعني تسبب هي يعني الرائحة، هي بقايا طعام أو بقايا كذا مؤخرة اللسان. ومرات إذا يكون في الأسنان فيها مشاكل داخلية جوا الأسنان، مثل مرات عفن ومشاكل باللثة، هي أيضا تسبب رائحة كريهة بالفم. احنا في العادات خاصة العربية قبل كنا بعد ما ناكل خاصة في قدم الزمان يعني بيجيبونا حتى نغسل أيدينا هناك يعني ونغسل أفهمنا، والإنسان لما يرجع للصلاة لازم يصلي، قبل ما يصلي بيتوضى منهم يعني غسل الفم كذلك يعني، فهذه عادات لازم نرجع لها. وإذا كان اليوم يعني الإنسان لازم يأخذ معها الفوشة ويغسل فمه في نص النهار ما هو مشكل يعني. ممكن الطريقة الأسهل أنه يخليه معاه على طول غم قوي، حاجة قوية، بريث مينت ممكن. غير كده لو هو في البيت يعني مش معقولة مش هيقدر يقوم يغسل سنانه، it will take only 30 seconds يعني. البقدونس أو الكزبرة هي من الخضار اللي تمتص رائحة الثوم والبصل والرائحة الكريهة من الفم بسرعة. طبعا تفريش الأسنان هذا مهم جدا يعني، مهم جدا تفريش الأسنان كل فترة يعني. تناول بعض الـ الأدوية ممكن أو المواد اللي بتكون موجودة بالصيدليات ممكن اللي بتخفف من هذا الموضوع. أهم شيء الواحد يفرش أسنانه، يأكل نعناع بقدونس. أعزائي المشاهدين، أرحب بمدير الطبي المجمع كاردون الطبي الدكتور ماجد شحاتة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور، ونورتنا باستديوهات سيدتي. شكرا لك يا سعود. أهلا وسهلا فيك. تسلم لي. طبعا شفنا التقرير مع بعض وشفنا إيش موضوعنا، إحنا عارفينه إنه إيش أسباب الرائحة، لكن قبل ما ندخل في موضوع الأسباب، فعلا الأطعمة لها دور إنها في رائحة الفم عامة؟ تعتبر السبب أساسي.
أوكي. اكيد الاطعمه تعتبر سبب اساسي. راحة الفم زي ما هي بنفس الوقت ممكن تكون عند الشخص الصائم هي من علامات الصوم او من علامات عدم الاكل. ايوه. وهي ممكن تكون مترافقه بشكل اساسي مع نوعيه معينه من الاغذيه. ايوه. يعني الاغذيه اللي بتتواجد فيها نسبه كبيره من البصل، من الثوم، بعض الاطعمه اللحوم المجففه اللي هي زي البسطرمه او المرتديلا لها رائحه مميزه جدا لانه تعتوي على بهارات مركزه صعب جدا انها تذوب باللعاب بشكل سريع. أيوة. او تختفي. طيب. حتى بعض انواع الحليب او الالبان. أيوة. بتخمر بسرعه بالفم. أيوة. فهي عاده بتروح الرائحه نتيجه انها تذوب. نعم. بذوب بقايا الطعام باللعاب. هذه الاطعمه اللي هي البصل او الثوم او اللحوم المجففه او اللحوم البارده او مشتقات الحليب والالبان ما بتذوب بسهوله باللعاب. جميل. او بالفم او مع المضمضه السريعه. فبتلاقي تاثيرها او قوة تأثيرها بتكون مستمر لساعات. يعني احنا نسميها من الأساسيات مثلا في الحياة اليومية للإنسان انها الأكلات اللي هي مثلا زي الحليب وزي مشتقات الحليب وبعض الأجبان. أيوة. واللحوم الباردة. طيب كيف والبصل والثوم. أوكي. هذه أساسيات المتعارف عليها. أكيد الأكل فيه البهارات الهندية والبهارات الصينية. ممتاز. بس إنسان بدنا نقيم بس هذه متعارف عليها بشكل كامل. صح. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني السمح للي أكل البصل والثوم إنه ما يدخل في المسجد. صح. شيء جميل. طيب دكتور إحنا زي ما أنت قلت هذه الأشياء أساسية. طب هنا كيف بيكون الشخص يعني الإنسان يتفادى هذه الأشياء أساس ما يوصل لمرحلة إنه رائحة الفم هذه الكريهة؟ يعني هل يختصر فقط على إنه بس إنه لازم يفرش أسنانه؟ إذا كان لابد أني أكل المأكولات. نعم. فيها رائحة أكلها بكميات بسيطة وبأكلها. نعم. بأوقات مش حكون أنا عندي مناسبات اجتماعية. مش حقابل الناس. يعني مش حيكون عندي سوشيال لايف. أو بأكلها بتكون مطبوخة بطريقة أنها تكون يعني أخفت الريحة الأساسية فيها. ممكن في طريقة أنها تخفي الريحة؟ أكيد. نعم. لو انسلقت حتكون عملية السلق البويلينج حتخفي رائحتها بشكل جيد. طبعا. الشيء الآخر أنه دائما في تعليمات ثانية أنا عشان أشيل آثار أنا أكلتها وأمري إلى الله. أيوة. خلص أنا أجبرت أو حرجت في وجبة. طبعا. أو في مطعم أو في مناسبة أني أتناول المأكولات هذه وعندي مناسبة أخرى. المفروض كشخص أنا عندي ارتباطات أو عندي مناسبات دائما أكون عارف أقيم الوضع اللي أنا حكون فيه. أقيم الوضع اللي أكون فيه. يعني هل أنا حرجع البيت ولا حيكون عندي لايف سوشيال. إذا عندي أنا لسه حالة اجتماعية مناسبة اجتماعية المفروض أترك معايا فرشاة الأسنان. معجون الأسنان. جميل. المسواك. معطرات الفم. صح. على الأقل ما أكل بشكل شره يعني أكل كمية إذا كانت كتمت أكل بشكل شيء بسيط. ممتاز. وأحاول أنه جميل. أخفي المشاكل اللي ممكن تنجم. طب دكتور نبغى اختصار يعني أنه تعريف عامة ليش يكون الشخص يكون عنده بعض الأشخاص عندهم رائحة فم كريهة يعني غير أنه بس الأكل هل ممكن أنه يكون سبب أنه إهمال في أسنانه أو ممكن زي الناس اللي بيكونوا محطين بريسز هذا مثال أنا قدامك مثلاً بس ما عندي الحمد لله أنا رائحة فم ما شاء الله عليك بس إنه بسأل إنه هل ممكن إنه شخص إذا طول في هذا الشيء إن كان أهمل في أسنانه أو إنه زي ما قلت لك البريسز إذا طول في الأسنان أو هذه هل بيعمل أشياء زي كذا رائحة الفم لها أكثر من سبب في الأسباب موضعية بتكون خاصة بالفم بحد ذاته يعني هو الفم بحد ذاته يفترض انه في افراز لعاب طبيعي لعاب يحتوي على الاكسجين بيكون عمليه قاتل للبكتيريا فالفم بطبيعته عمليه التفريش الطبيعي اللي احنا بنفرش اسناننا فيها والتنظيف الغريزي اللي اعطانا يا رب العالمين يفترض انه يكون ما في رائحه ايوه لانه احنا من طبيعنا كمسلمين نتوضا 5 مرات في اليوم نفرش اسناننا يفترض ما في رائحه في عوامل مسببه للرائحه احنا ممكن ننجزئها لقسمين جزء موضعي بالفم وجزء جهازي بالجسم بشكل عام او بشكل عام اللي بالفم ممكن يكون عنده تركيبة صعب التنظيف حواليها ممكن يكون عنده طقم أسنان بتجمع تحتيه بقايا الطعام أيوة. ممكن تكون حشوة زايدة عن السن بطريقة أنه ما يقدر يستخدم خيط الأسنان بشكل جيد ممكن يكون عنده اللسان نفسه في شقوق عالية صح جدا هذه أنا شقوق عالية أيوة لأن اللسان هذه خليه يعرفوا من المشاهدين أيوة. أنها لها تأثير اللسان أغلب الناس ممكن ما عنده تركيبه ما عنده جسر حشوات سليمه او ما عنده تسوسات اصلا في فمه ما في شقوق ما في خرجات وبفرج اسنانه بس بيبقى عنده رائحه ودائما بنلاقيه انه يا دكتور انا دائما معايا البخاخ او العلكه او الماوث ووش في السياره وكذا اني بعاني من رائحه فحص بسيط لو فتح فمه قدام المرايه وكشف على لسانه هو لحاله او هي لحالها ايوه لو كان اللسان لونه وردي وناعم فالمشكله خلاص مش من فمه اصلا مو من في حاله انه استثنينا العوامل الاخرى أوكي. اللي هي ممكن تجمع بكتيريا او بقايا طعام تمام. اغلب الناس بكل لسان ما الا البياض لسان فيه شقوق بنسبه عاليه جدا صح حتى بتسمى جيوغرافيك يعني لسان جغرافي فيه تشققات كبيره ايوه هذه التشققات اللي باللسان بتجمع
بكتيريا. أيوة. بتجمع بقايا طعام، طعام اللي احنا بنمضغه بفمنا بصير زي الهلام زي الجل. ايوه. فلما بيتخمر يعني بيكون له راحه غير مستحبه، فالمفروض انه هنا يصير في عندي تقنيه ثانيه بتفريش انا يعني عشان انظف فمي واسناني اللي هو انا انظف لسان. ايوه. هذه دكتوره وقت توضح لاعزائي المشاهدين ان في كثير مو عارفين الحين في فرش جديده نازله في الصيدليات اللي فيها الخلفيه، ما هم عارفين هذه فرشاه خاصه للسان. فاحنا يعني يا ليت انك توضحها للاعزائي ان هذه فعلا شيء صار موجود، ولانهم كثير بيقولوا يعني ايش دخل الاسنان؟ صار موجود حاليا عندنا للاسف فعلا. لانه صح. صارت الشركات تتجه للتطوير، مع العلم انه هذا الشيء انا اذكر اقول لك قصه طريفه. أنا أذكر من حوالي 20 سنة أو أكثر من 20 25 كان عمري حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات. كنت في منطقة يعني كنا في خارج يعني منطقة خارج المدينة. أيوة. وكان في عمالة يعني عمالة بسيطة عمال بسيطين. وقت صلاة الفجر أنا أذكر أنهم صحيوا الصباح، أنا أذكرهم بغسل وكذا، كان في شخص معاه قطعة من ستانلس ستيل زي الفرشة من ستانلس ستيل. أيوة. وكان ينظف لسانه فيها. أنا سألت والدي أيام إيش بيسوي، فقال لي بنظف لسانه يا بابا. أيوة. من يوم علقت في ذهني. طول عمري أوصف للمراجعين أنه بالفرشاة العادية، لحد ما نزلت في الأسواق الآن فرشة صح. لها نهاية أو خلفية. أيوة. زي مكينة الحلاقة تقريبا. أيوة. فبتعمل كشط للسان، المفروض أنه عملية الكشط تكون من باطن اللسان أو من قاع اللسان لأمام اللسان بشكل واحد، يعني باتجاه واحد تتغسل مرة تانية، ما يكون عملية متكررة بحيث إنه ما أدفع البكتيريا. أيوة. في أكثر من يعني اتجاه. تكون الطريقة على باتجاه واحد. اتجاه من داخل واحد. من داخل للخارج. طيب دكتور، تحس إن سبب اللسان أكثر من سبب يكون الأشياء اللي تيجي باللثة التسوس يكون اللسان، يعني إيش الأكثر ولا متقاربين نفس أقول الطريقة؟ لك معلومة. الفم حجرة الفم هذه اللي إحنا أقل شخص فينا. بنظف فمه مرتين أو ثلاثة، هذا يعني أقل ما يمكن يتمضمض كذا لما بيقعد جنب أبوه أو جنب أمه أو جنب زوجته أو جنب أولاده. تمام. على الأقل بيتمضمض. بالوضع هذا الفم ما زال أكثر مكان في الجسم فيه بكتيريا. أيوة. أكثر مكان في الجسم فيه بكتيريا. أوكي. البكتيريا ما بتميز، ما مش حتيجي تختار اللثة أو اللسان أو كذا، أي مكان مهيئ إنها تعيش فيه حتعيش فيه. أوكي. سواء اللسان مش نظيف أو مشقق. لثة أنا ما بنظف أسناني، وأغلب الناس بتنظف الأسنان بشكل سريع صح. وما بتنظف اللثة، مع العلم عملية التنظيف تأخذ معايا وقت فروض من دقيقتين ونص إلى 5 دقائق. نسبة كبيرة من الناس وإحنا بنشوفهم بالعيادات، تفضل هي فرشاة الأسنان، تفضل فرش أسنانك 30 ثانية. بس أنا عندي عتب هنا في على بعض الدكاترة، مع احترامي يعني، إن كان باستثناءك أو في يعني أقل، لكن في الأغلبية بيروحوا المرضى ما بيشرحوا يعني. أوكي بيعطي الفرشة الطبية الكويسة بيعطي، لكن نشوف كيف فرش أسنان يعني إنه يشرح إن أنا مساكين، فطبيعي في خلاص متعودين إنه الفرش هو روح يمين يسار، لكن هو إنه في طبعا في دخول في خروج يعني زي العلو عشان اللثة. يعني عملية التفريش فض لها أساسيات معينة إلى اتجاه معين من اللثة إلى السن، يفترض انه تاخذ وقت معين من دقيقتين ونص الى 3 دقائق، تغطي الاسنان واللثه. يفترض يعني بس خلينا نركز عليها النقطه هذه، لانه اغلب الناس ما بيعرفوها، انه انا فرشت الاسنان بشكل كامل، اخذت الاسنان مثلا من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى. ممتاز. من اللثه باتجاه السن. ممتاز. ارجع اغسل الفرشه، اتمضمض وارجع احط معجون مره ثانيه، لانه انا بدي مكان نظيف، فرشه نظيفه على اماكن مش نظيفه، وارجع مره ثانيه اغسل، بعدين ارجع لساني اذا كان هستخدم نفس الفرشه او فرشه اللسان. المفروض انه تتكرر. احنا بنشبهها بشكل بسيط بغساله الملابس الاوتوماتيك. ايوه. تاخذ الغساله العاديه اللي كانت زمان كانت تاخذ 10 دقائق وتكون غسلت حوالي 10 كيلو. الغساله الاوتوماتيك بتاخذ حوالي نص ساعه. لانه بتغسل بهدوء. صح. بتكب المويه، ترجع بتحط مويه جديده ومعجون جديد او صابون جديد، وتغسل مره ثانيه. نفس الفكره. أنا بغسل أسناني، بتفرش، بغسل الفرشة، بتمضمض، برجع مرة تانية. ممتاز. طيب دكتور عندي، طيب الناس اللي مدخنين بشراهة، عامة مدخنين بشراهة أو من غير شراهة، هل الدخان ما يسبب رائحة ولا لا؟ هذا عطرهم. يعني الدخان زي العطر، بتعطر بالشراهة. أيوه. بتعطر بكميات. أيوه. كبيرة. تلاقي دائما بنعرف من على بعد 100 متر أنه إجا فلان من ريحة عطره. لا لا، لأن أغلب الناس وأغلب الناس المدخنين يكون عندهم ثقة. اوكي، لا انا ما عندي رائحه. اسالي سؤال واحد. اذا ريحه ملابسك ما فيها دخان، معناها ريحه فمك ما فيها دخان. ممتاز. بكل بساطه يعني، يعني انه لها تاثير يعني، أولا. لازم يكون طبعا يعني غير عن الرائحه يكون معاه طبعا ذوقيا. غير عن الرائحه، التدخين كنيكوتين بيعمل تخريش للثه بشكل كبير، فبيعمل نوع من الالتهابات في اللثه. أيوة. فبنزيد احنا الاماكن المهيئه لنمو البكتيريا. ايوه. فصار عندي سببين، السبب الاساسي من ريحه التدخين،
والسبب الثاني اني انا هيئت اماكن لنمو البكتيريا حتيجي بكتيريا ثانيه. سمعت يا مدخنين سببين هيئته. ممتاز، يعطيك العافيه دكتور. طيب نبغى سؤالنا لك الاخير، الناس هذول اللي تكلمنا عنهم الواثقين من نفسهم لا توجد رائحه، اوكي ما تكلمنا عن البريسز، ها ترجع ايوه هي هذه. طيب زينك ذكرتني، البريسز اذا طول بيعمل ماساه من ناحيه الرائحه في الفم. كنا بنتكلم قبل شويه انه البكتيريا بتدور على المكان المناسب انها تعيش. تمام، مشكله البريسز كاي طبيب تقويم اذا شاف الشخص غير مهيئ انه يعمل له تقويم من ناحيه الصحه الفمويه، يعني ممكن يجيني شخص اسنانه كلها تسوس، كلها تسوسات، اوكي عنده ميلان او عنده بروز، عشان اعمل له بريسز اذا هو اسنانه سليمه ما هو عارف يفرش اسنانه. أيه. او ما عنده القدره انه يفرش اسنانه، فمعناها مع البريسز حتصير اصعب عليه عمليه التفريش. تمام. يعني انت مركبه بريسز وعارفه انه عمليه التفريش اكيد عندك فرشه صغيره بين الاسنان طبعا، وخيط معين للاسنان وطريقه معينه للاسنان. أيوه. فرشه لبطن الاسنان. فالشخص اللي ما عنده القدره بشكل كامل يفرش اسنانه حيكون عنده نسبه البكتيريا اللي حتتجمع على الاسلاك. ايوه على الاسلاك من جوا اكثر، بالمقابل حيكون في عنده اكيد رائحه للفم. يعني حتى لاصحاب البريسز نفس طريقه حقين اصحاب السموكينج يكون لازم اهتمام اكبر واكثر، عنده اهتمام اكثر اكثر. يعني البريسز مطلوب منه بعد كل وجبه اجباري يكون معه فرشاه بعد كل وجبه اجباري، لانه في اماكن تجمع فيها. يخليك ربي يا دكتور، احنا استمتعنا مره معك على انك عندنا كان مره كثير معك، وكان نفسنا نسمع عن الاطعمه اللي تمنع الريحه، لكن احنا بنروح لتقرير وبنشوف الاطعمه الجميلة اللي تمنع رائحة الفم الكريهة، وإن شاء الله استفدتوا من فقرتنا هذه. نشوف التقرير هذا ثم نعود إليكم. إليك أفضل الأطعمة لمحاربة رائحة الفم. البقدونس. إن تناول البقدونس من الطرق المعروفة لعلاج الرائحة الكريهة، وبعض الأعشاب والتوابل الأخرى لها المفعول نفسه كالكزبرة والهال. الشاي الأخضر، فهو غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب البكتيريا المسؤولة عن الرائحة الغير مستحبة. الزبادي، فهو أيضا غني بالبروبيوتيك أي البكتيريا الجديدة التي تحارب رائحة الفم. التفاح والكمثرى، لأن الفواكه تساعد على إنتاج اللعاب وهو أمر ضروري لإعادة التوازن إلى البيئة الطبيعية داخل الفم. البرتقال، البطيخ والتوت، فهي ثمار غنية بالفيتامين سي المسؤول عن محاربة البكتيريا والحد من أمراض اللثة. الجزر والخيار، فهما يساعدان على إنتاج اللعاب والبكتيريا الجيدة التي تحد من رائحة الفم. اللوز والجوز، لغناهما بالألياف، كما يعملان مثل فرشاة الأسنان الصغيرة للتخلص من بقايا الطعام العالقة على الأسنان. يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين، وزي ما أنتم شفتوا شفنا مع الدكتور ماجد الأشياء اللي تسبب الرائحة، وشفنا كمان في تقريرنا إيش رسالة للأشياء اللي ما تسبب الرائحة. في الأخير نقول لكم اهتموا بأسنانكم، الأسنان مهم والله. يعطيكم العافية، ونواصل فاصل ونواصل. شكرا. في سيدة بعد الفاصل، ادخار الأبناء من مصروفهم هل يوفر لهم الاستقلالية المادية؟ بكم من جديد. هل يعزز مصروف الأبناء ثقتهم في أنفسهم؟ وما هو المصروف المناسب لكل مرحلة عمرية؟ المزيد مع جيهان في جدة. إليك جيهان. شكرا دانا. فعلا يختلف التكوين لشخصية الطفل من مرحلة إلى أخرى، وتتشكل معها صفات عديدة تؤثر على هذه
الشخصية طبقا لعوامل التنشئة والتربية التي نشأ عليها الطفل. من هذه العوامل هو مصروف الجيب الذي له تأثير مباشر على قوة الشخصية، حيث يعتبر محفزا لحسن التصرف وتحديد الاختيارات السليمة. عشان نتعرف على الاحتياج بالضبط اللي بياخذه أو يحتاجه الأبناء من هذا المصروف، خلينا نشوف استطلاع الرأي الذي قامت به كاميرا سيدتي ونعود للحوار. أحتاج حوالي 2000 ريال أو 2500. 5 10 واللي باخده أشري 2000 تقريبا. من أهلي حوالي 1500 وأحيانا 2000. أحتاج تقريبا 5 على الأقل، 5 ألف ريال تقريبا. احتياجاتنا إحنا البنات غير عن الأولاد. خرجات إني أصرف على نفسي في الضروريات، يعني 2000 ريال لو أني أبغى أمشي فيها، يعني على القد من غير ما أعمل شوبينج حتمشيني حق أبو أسبوعين. 1100 وبصراحة ما بتكفي حاجة، يعني خرجات مع صحبات، أشياء خاصة بيكي. تقريبا في الشهر أنا أكون أحتاج 1500. المصروف الشهري اللي تعطيه للأولاد إذا تصرف في المكان الصح طبعا يكفيهم ويقوي شخصيتهم. أكيد بيقوي شخصيتهم، بيعتمد على نفسه الطفل من هو صغير، بيعرف ايش اللي بيصرف وايش اللي بيسوي مستقبله، لما يصير معاه فلوس ويتعب فيها ويشتغل فيها بيعرف كيف يصرفها. مو يقوي شخصيتهم، بيأثر سلوكيا، يعني انه بيأثر اذا كان الجروب كله بياخذوا مصروف طبعا لما هو يكون بينهم ايش حيسوي، حيصرفوا عليه. انا بحس انه اكيد له علاقه، بس المهم انه يكون ضمن حد معتدل. اكيد يعني هو له علاقه اكيد بتعزيز الثقه وبانه يعطي الطفل نوع من انواع الاستقلاليه حتى، ويحس انه زيه في تكافؤ بينه وبين زملائه. حديثنا مستمر عن مصروف، كيف يقوي مصروف الجيب شخصية الأبناء والفتيات، مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علي عبيد، مدرب مستشاري أسري. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذة. أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة والتطرق للعنوان المهم الرائع والتقرير الممتاز صراحة. الله يخليك. الله يكرمك. دكتور، إيش هي الأبعاد النفسية لمصروف الجيب على الأبناء؟ كبداية سؤال مهم عشان نعرف إحنا من فين بيتأثر الطفل قبل ما نعرف هل هو يعني إيجابي ولا سلبي. طبعا على خلينا نبسطها على 3 محاور أو 3 أصعدة سهلة. على المستوى خلينا نقول الفكري، على المستوى السلوكي، على المستوى الشعوري أو المشاعر لدى الطفل هيكون لها تأثير مباشر. وطبعا في نواحي أخرى زي ما اتطرق التقرير كشخصية بشكل عام، على يمكن تستغربي حتى على قدراته العقلية ممكن يأثر. ففي عدة أبعاد يأثر فيها حكاية المصروف واتكاله على نفسه. طيب احنا يعني نبغى نفهم، احنا قلنا انه هو له تأثير مباشر على طول على تقوية الشخصية، نبغى نفهم كيف يعزز فعلا مصروف الجيب يعني على قوة الشخصية أو قوة الشخصية. Good. كده خلينا نعرف أول شيء إيش هي الشخصية، ودائما نكررها. نعم. يعني هي الشخصية هي مجموعة الصفات العقلية، فالمصروف له تأثير عقلي على العقل بشكل مباشر. إنه إذا كان الشخص سواء كان طفل سواء كان في التين إيجر أو مراهق أو حتى كبير، إنه يعني يعرف يتصرف فين يحط الريال. زي ما شفنا في التقرير في واحد من الأخوان قال إذا كان حيصرفها في مكان صح. بالضبط. فبالتالي عشان يعرف يصرفها في مكان صح مفروض انه يوم من الايام حيصرفه في مكان غلط حتى لو بشكل جزئي عشان يتعلم. يستحيل انه ما يغلط. هنا حتجي للعائله وكيف مدى تقبلها الى هذا الخطا، فحتى عقليا انه حيكون لها تاثير، حتى مثلا سلوكيا تصرفه بحيث انه ما يكون تابع مع الجروب زي ما قالت الاخت برضه، انه كل الجروب عندهم والله حتى لو ميزانيه بسيطه بنتكلم او مصروف بسيط يومي، او حتى لو يجمعوها ويعطوا له اياها بالشهر، فما ينفع فلان يصرف عليه وفلان يصرف عليه، فبالتالي حيتأثر فيها السلوكيات، حيكون تابع. يا بالضبط، اتكالي وخلاص فلان حيجيب لي، أو ممكن عكس ذلك النقيض، بيحس بأنه هو أقل من الآخرين، بعد كده الله لا يقدر ينعزل تدريجيا عن المجتمع، ما عاد يحب يخرج. فله تأثير بشكل مباشر على جميع نواحي الشخصية بجميع يعني مستوياتها. طيب دكتور، متى نبتدي نعطي للأبناء مصروف جيب، ومتى يعني أو كيف نتدرج في الزيادة؟
السؤال مهم هو متى وكيف وكم، يعني هي أكثر من سؤال ينطرح. فمتى؟ هي تدريجيا من يوم ما الطفل، إذا نبغى نبدأ من مرحلة الطفولة، من يوم ما الطفل يبدأ يميز ويعرف والله هذا ريال وهذا خمسة وهذا عشرة، ما ينفع على سبيل المثال الدكتور دحين بيميزوا من هو عمرهم سنة، يعني يميز انه هي فلوس صحيح أيوه. يعني ولكن ما يمكن ما يميز قيمتها الشرائيه او قوتها الشرائيه. يعني ممكن الى 4 سنين يعرف انه والله هذه ريال وهذه ممكن الملونه اكبر من الابيض واسود، خلينا نقول الخمسه اكبر من الريال. فمن هذا المستوى نبدا نعطيه بقدر معقول ونحاسبه بقدر معقول، ما نلومه ولكن نستفسر. فبالتالي من يوم ما الطفل يبدا يميز، يعني خلينا نقول بشكل عام ممكن في بعد الكي جي 1 اذا قلنا كحد اقصى اولى ابتدائي مفروض انه يكون له مصروف يومي، هو حر التصرف فيه لانه هو مسكين ما بيروح الا المدرسه، يعني ايش حيسوي فيه، فلازم يكون عنده مصروف ومن غير محاسبه شديده له، هو متابعه وليس بس لما اديله دكتور الفلوس اقول له يعني اديله خيارات ولا والله هنا الخيارات يعني او بطريقتين، لانه هي ممكن تنقال بطريقه صح وممكن تنقال بطريقه غلط. فهي بتوعويه ما عندنا مشكله وهذا لازم واجب اجباري اني انا اوعي، ولكن بطريقه ملامه، يعني انا مثلا اعطيه 3 ريال ارجع صارف ال 3 ريال، اقول له ليش صرفتها، طب ليش اديته هي اصلا، او قبل ما يصرفها حتى دكتوري ابتدي يعني اهدده من قبل ما يروح، يعني اقول له يا ويلك لو لا هذا غلط طبعا. هنا منحنى خطير جدا، لا بالعكس يعني حتى المدارس نظام المدارس انه في اشياء مسموح انه يبيعوها مثلا الايس كريمات والغازيه هذه ما بيبيعوها، فما انا ما عندي محظورات الا اذا كان الطفل يعاني من حساسيه من شيء معين. انا اقول له انتبه لا تاكل الشيء المعين، ما اقول له انتبه لا تصرف الفلوس. فبالتالي انا معطيه خليه على المصروف هذا، خليه يصرفه بطريقه جيدة، خليه مرة ممكن مرة مرتين ثلاثة في الترم حيلاقي صرف اشترى شيء غالي وعجزت عنده الفلوس، فبالتالي يقدر يكون الخبرات وتتراكم إلين لما نبقى مراهق ويقدر يتصرف فيها بشكل أكبر. طب يعني خلينا نتكلم عن الجانب الآخر، الإنسان أو الطفل الشاب الشابة اللي ما بياخذوا مصروف جيب كيف ممكن تتأثر شخصيتها؟ والله إذا كان طبعا العائلة مقتدرة أنها تعطي مصروف، هذا أولا يعني أنها تعطي مصروف، ما بتعطي في نواحي سلبية كثيرة جدا جدا بتتكون لدى الفرد هذا اللي ما بياخذ مصروف. منها زي ما قلنا في البداية ممكن يكون انعزالي، ممكن يكون تابع أو غالبا يكون تابع، لأنه زي ما قلنا المصروف بيأثر بشكل شخصي، ممكن يكون انسحب تدريجيا من المجتمع، أنه يكون شخصية حساسة شوية وما يتقبل أنه الناس تصرف عليه فيبدأ عنده تناقضات، ممكن بعد كده ما يتقبل العائلة اللي هو فيها يبدأ يتمرد على العائلة بشكل أو بآخر. فإحنا لازم نقول نقطة معينة إنه إحنا لا إفراط ولا تفريط، إني أنا ما أمنع عنه المصروف تماما، ولا إنه والله تكون مثلا هو يحتاج 1000 ريال ولا 500 ريال في الشهر وأنا والله أعطي له 4-5 آلاف في الشهر، سواء كان على الصعيد الشهري والتين إيجر، خاصة مع المتغيرات حقة الحياة المتسارعة إحنا ممكن نعطيهم المبالغ زائد نشركهم في كيفية إنه إحنا ترى تعبنا في الفلوس هذه وجات، يعني ممكن توفر جزء منها انه لو لا سمح الله غلك عليك المصروف في اول اسبوعين ثلاثه حيكون عندك الحصه التوفيريه، هذه يعني تزيد وتعزز قوه خلينا نقول خبرات الشخص وتقبله لمواجهات متغيرات الحياه بشكل كبير. اما الطرف الثاني فهذه كل الخبرات ما حد يعني ما بتحصل عليها، فبيكون محروم منها من اقرب الناس اللي هم اهله. صح. طب دكتور انت حضرتك تطرقت انه لو مثلا اخذ الفلوس هذه وصرفها في اماكن مثلا غير محموده، كيف تيجي هنا مراقبه وتقييم الاهل؟ يعني يقدر يقولوا له لا هذا كان غلط ما تصرفه هنا، هل ممكن يستخدم اسلوب العقاب والثواب في هذه النقطه؟ بكل تاكيد على 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 قد حجم المكان الغير محمود، يعني في واحد اشترى مثلا مواد غازيه غير انه والله اشترى لا سمح الله باكيت دخان او غير اشتري مخدرات مثلا يا بالضبط. فبالتالي لا على حسب المشكله انا ابدا هناك الاول، الطرف الاول انا لازم اوعي مره مرتين ثلاثه وكيب اويرنج، يعني افضل اوعي الين لما ينضج بطريقه المتلقي مش بطريقتي انا. صحيح. اما الطريقه الثانيه وهذه يمكن دارجه عندنا في المدارس او حتى في التين ايجر انه فلوسه ما بيهتم فيها لدرجه ممكن مثلا يسلفها على فلان ويهملها وضايعه وما ضايعه، لا هنا التوعيه ويكون العقاب مش عقاب ان انا ما اعطيه،
عقاب اني انا ما اعطي له احلال، يعني مو عشان ضيعت انا حاعطيك، لا، هي شهر سواء حافظت عليها او ما حافظت، فهذه الطريقه الثانيه. او الطريقه الثالثه لا سمح الله اذا سواها او استخدمها في شيء سيء جدا، سواء دينيا او صحيا او ما الى ذلك، لا، هنا ممكن يتصاعد الموضوع اللي انا احرمه او ابدا الثواب والعقاب زي ما تفضلتي وقلتي. وطبعا نتدرج من انه حرمان لفتره معينه الى وقت معين، او اقلل له الميزانيه وما الى ذلك، الا ممكن لا سمح الله نمنع منه تماما المصروف على حسب قلنا كبرى المشكله يعني. اوكي دكتور، يعني دائما يمكن متطلبات الشباب غير متطلبات الفتيات، فهل صحيح. يعني معناها اني انا لما اجي كمان يعني اقرر ادي مصروف للفتى غير على اي معيار، يعني اعطيهم هذا مثلا هذا المبلغ وهذا المبلغ؟ طبيعي احنا بنقول المصروف وليست الاحتياجات، يعني طبعا احنا الشباب يمكن يزعلوا مننا الان، يعني توب الشاب ادخن توب ب 400 500 ريال، ولكن فستان زواج لاخت فاضله اوكي يكلفها 2000 3 مثلا، فبالتالي هذه غير الاحتياجات. اما بالنسبه للمصروف فهو غالبا ما انه يكون مصروف متساوي، لانه الجوال هو الجوال، لانه معلش الجهاز المحمول هو المحمول، لانه طلعات الصحبات سواء كان كوفي شوب او الاصحاب هي يمكن في فتره معينه، في فتره معينه الشاب تكون مصروفاته اكثر كمصروفات يدويه، اذا كان عنده سياره فلازم يبغى لها يعني شويه اشياء ذكوريه عادي، لين لما يسمحوا للنساء يسوقوا في المملكه. لا، ما هي ممكن تعوض شيء ثاني، تقول انت عندك سياره انا عندي، لا بس ما اعطيها زياده وهي ما تحتاج، لانه هنا على حسب الاحتياج، مش على حسب، في فرق بين العدل والمساواه. فبالتالي هذاك بناء على احتياجه، ولكن انت احتياجك انت السواق بيوديكي، اي نعم انا حوفر لك سواق، فهذه هي المفاضله. ولكن في النهايه الجوال هو الجوال، مو معناها انا اخلي الولد يتكلم بالجوال اكثر من البنت، لا، ولكن انا احط لهم معيار. وهذه هي النقطه الايجابيه اخرى، انه بدا يعني من الصعوبه واحد ما كان ياخذ مصروف في المدرسه او يتحاسب او يعنف يقدر يضبط اموره بعدين في مرحله المراهقه، فبالتالي ما حيقدر يضبط اموره بعد ما يتزوج. فهي احنا نشوفها في البدايه مشكله صغيره او هامشيه، ولكن هي تسقل كثير من الشخصيه سواء كان على الصعيد المالي او الصعيد الاداري. صحيح دكتور، انا اشكر تواجدك معنا، لانه من جد الموضوع مهم، انه احنا اليوم بنتكلم عن ايجابيه هذه الخطوه. صحيح. يعني ما هي صارت خطوه للترفيه، هي فعلا لبناء قوة الشخصية. أنا أشكر تواجدك معنا. مشاهدينا، خلينا الآن نستعرض معكم نتائج التصويت عن سؤال حلقة اليوم، اللي هو كان هل يعزز أو تعزز زراعة الشعر الثقة عند الرجل. كان جاء الجواب 55% تعزز الثقة، 27% ليس لها علاقة بالثقة، و 18% ربما تعزز أو ربما لا. على العموم هذه هي كانت النتائج، والآن حنروح لفاصل قصير ومتابعين معكم سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. بكم من جديد. تفاعل مغردون مع الخبر الذي نشرته صحيفة الحياة عن رسالة ماجستير أجازتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذهبت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن عمل المرأة كشيرة يعد من الإتجار بالبشر. وكتب المغرد حسن الردادي: إتجار بالبشر، طيب خذوا الناحية الإيجابية في الموضوع، إنهم اعترفوا أن المرأة تصنف من ضمن البشر. وكان للمغرد سامي رشيد رأي آخر فقال: الجميع قرأ خبر صحيفة الحياة، طيب أحد قرأ الأطروحة قبل الحكم؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما المغردة مها حسين قالت: طبيعي، لأنه يخرج النساء من دائرة السيطرة الذكورية الاقتصادية ويحرمهم نشوة استعباد المرأة. ومن يوتيوب السيمفونية 40 للموسيقار العالمي موزارت، كما لم تسمعوها من قبل في هذا المقطع، لنتابع. We'll be right back.
narmin olur. ومن صفحة سيدتي دوت نت على الفيسبوك إصابة أحد معجبي نجوى كرم وتألق كبير لإليسا التي بدت فرحة على المسرح وتفاعل من قبل الجمهور مع وائل كفوري وأغنيته. ومن صفحة سيدتي دوت نت على تويتر اخترنا لكم تأثر لون الوجه بتعرضه لأشعة الشمس بينما يحافظ العنق على اللون الحقيقي لبشرتك ومن خلاله تستطيعين اختيار لون كريم الأساس المناسب لك. نهنئ الرابحين الخمسة بمسابقة المجلة الإلكترونية لشهر يناير لهذا العام وفوزهم بالاشتراك السنوي في مجلة سيدتي بقيمة 520 درهم، كما نهنئ الفائزين بكوبونات الخصم التي تقدر ب 25% من قيمة الاشتراك السنوي. ألف مبروك. فاصل قصير ونعود لمتابعة فقراتنا، ابقوا معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، بطاقات الائتمان هل تعوق الادخار وتحول حياة البعض إلى فوضى مالية؟ أهلا بكم من جديد. مع الالتزامات والمصروفات المالية بات الكثير يجد صعوبة في الادخار من الراتب مما يتسبب في فوضى مالية تعيشها كثير من الأسر. نتابع هذا التقرير حول طرق الادخار. كثير من النساء لا يعرفن كيف تذهب النقود. يأتي أول الشهر بمبلغ جيد ولا تعرفين أين سيذهب هذا المبلغ ولا كيف ستدخرين منه. إليك مجموعة نصائح عملية لتوفير نقودك وراتبك. أولاً، أن تنفقي أقل هي أبسط وأفضل وسيلة لتوفير المال. استعرضي كل ما تنفقيه في اليوم واقترحي طرق يمكنك توفير المال من خلالها، كأن تراجعي مكالماتك الهاتفية. ويفضل عدم استخدام الهاتف إلا في أوقات الذروة والذي تحتاجين له فيها بالفعل. كذلك يمكنك مثلاً التوفير في استهلاك الماء والكهرباء. ثانياً، اكتبي كل ما تريدين شراءه على ورقة قبل ذهابك إلى التسوق كي تتقيدي بشراء ما يلزمك فقط. ثالثاً، افتحي حساب الوديعة في البنك كي تجبري نفسك على التوفير، ومثل هذه البرامج لا تعطيك النقود قبل الفترة المتفق عليها مسبقاً. رابعاً، استخدام الكوبونات يوفر عليك الكثير، فمثلاً استخدميها لشراء حاجيات للمنزل وأطعمة بسعر أقل. خامساً، انتظري موسم التنزيلات لشراء الملابس ولا تشتري أي شيء في الأوقات الأخرى من السنة. سادساً، تخلي عن بطاقة الائتمان حالاً، فبطاقة الائتمان ستغريك في الصرف والتبذير. سابعاً، قومي باستثمار نقودك كشراء الذهب. فارصدي كل شهر مبلغاً من المال لشراء الذهب، فالذهب لا يخسر أبداً.
ثامناً، يفضل ألا تتناولي يومياً طعامك خارج المنزل، والانسياق وراء الوجبات السريعة التي تقضي على ميزانيتك الشخصية. يمكنك تناول وجبة غذائية أفضل في منزلك وأرخص كثيراً. هل هي بنقدر نقول دقيقة ولا بطلت كتير نافعة الأيام هاي؟ هي بصراحة ممكن تكون بعضها دقيقة، لكن أنا برأيي ممكن تكون بعضها صعب التطبيق. يعني أنا بحاول إني أركز في حواراتي بما يتعلق في هذا الموضوع على إشي قابل للتطبيق. إني أنا أنقل شخص ما بيعرف مثلا يوفر أو يقتصد من مرحلة بسيطة لمرحلة جدا متقدمة، هذا برأيي صعب، فبدي شوي أعمل موضوع على مراحل. أها، وكيف برأيك بتم؟ برأيي على مراحل، يعني في هنا تحدثوا في خلال التقرير عن أشياء شوي صعبة الواحد يتقبلها بسهولة. كواحد افترضنا أنه ما بوفر أو اقتصادي مش أو من ناحية اقتصادية مش كتير فاهم الأمور، فبالتالي أنا برأيي أنه نعالج الموضوع، أنه نمشي في خطوة أولى بعدين نشوفه تحسن فيها نفذها، نمشي في خطوة ثانية. طبعا مش إحنا، هو طبعا شخصيا بده يراقب نفسه يعني. فأنا برأيي نكون هيك شوي لايت في النصايح في البداية، بعدين ننتقل لنصايح شوي أدفانس يعني. نعم، طيب كيف منعلم الشخص يدخر؟ يعني في ناس كتير أنه ما عندهم وعي قديه بيصرفوا كل شهر، قديه بيخلص من راتبهم، يمكن بيوصل نص الشهر يعني أوريدي كانوا مخلصين راتبهم. كيف منعلم الناس يبلشوا أنه لا لازم أدخر؟ لا بصراحة أنه إحنا بدنا نعلم الناس الأحرف الأبجدية، ما بدنا نعلمهم الكلمات. يعني ما بنفع أنه أنا أنصح مجموعة من النصايح هي تنطبق على جميع الناس. في ناس إلهم كل واحد إله وضع مختلف عن غيره، فبالتالي أنا لازم أعلمهم مبادئ التوفير أو مبادئ التفكير في هذا الأمر، ومن ثم خليهم ينطلقوا. فأنا برأيي أنه إحنا لازم نعطيهم مبادئ. هلأ بقدرش خلال التقرير مثلا في نقطة بتحكي لك أنه لازم تشتري ذهب آخر عند استلام الراتب آخر شهر. طب في ناس راتبهم ما بسمح يشتري، بروز كل راتبهم بيجيبش قطعة ذهب مثلا. فبالتالي هاي النقطة بتنطبق على ناس معينة، بس كل واحد على قده، علشان الذهب ما بيخسر يعني، بنعرف انه بيضلوا استثمار يعني طويل الأمد. مظبوط. هلأ بصراحة احنا انتوا هون حكيتوا في التقرير شغلة جميلة جدا اللي هي بتتعلق في انتوا تطرقتوا لجانب المصروف. طيب هلأ موضوع التوفير فيه طرفين مش طرف واحد، في طرف الإيراد وفي طرف المصروف. يعني أنا إذا بدي أزيد توفيري يا أما بزيد إيرادي أو بقلل مصروفي أو التنتين مع بعض. جانب المصروف حكيت عنه يعني جميل جدا أن الواحد يدير باله على المصروف، بس لازم يفكر أنه كيف يطور نفسه. إذا كان موظف كيف يصير يدرس مثلا، يقرأ يتعلم، إذا كان درجة تعليمه مثلا مستوى معين ممكن يستثمر في التعليم بحيث يحصل إن شاء الله إيراد أحسن أو راتب أحسن، أو إذا كان مثلا شغال في مكان يحاول يستثمر في استثمار شوي بسيط ممكن يدر عليه دخل أفضل. ففي طرق بجزء أنا برأيي الطرف الثاني برضو مهم أنه نحكي فيه. أكيد. طيب اللي بيدخر بخيل مثلا؟ لا. شو الفرق بين الادخار والبخل؟ هلا لا طبعا اللي بيدخر مش بالضرورة يكون بخيل، يعني ممكن إنه واحد يدخر يكون مكفي أموره وعايش تمام. طبعا بده يكون يعني دارس يعني احتياجاته الأساسية. طبعا أي إنسان طبيعي قبل ما يدخر لازم يسكر احتياجاته الأساسية، يسكر الالتزامات اللي هي دورية بعدين يبلش يدخر. مش معقول من الأشياء الأساسية يشيل عشان يدخر. يعني ممكن بدل ما يشتري سيارة موديل السنة يشتري سيارة موديل السنة الماضية ويدخر الفرق. أما مش معقول إنه يعني إنه يتصرف بطريقة إنه والله يشتري سيارة موديل السنة هلأ وهو يدوب يدفع كل فلوسه في سيارة مثلا أو في أي شيء مكلف أعلى، بالرغم من أنه عنده فرصة تانية في مكان تاني أنه يعني تخفف عليه على حسب إمكانياته. طب شو أهمية التخطيط المالي للأسرة؟ تخطيط طبعا التخطيط المالي أو التخطيط على مستوى الأسرة أو حتى على مستوى الشغل أو المؤسسة في جميع الأصعدة التخطيط كتير مهم. يعني الواحد لما يخطط للأمر هذا بعطيه هيك مؤشر هو وين رايح وين طريقه. أما إذا بيمشي بشكل عشوائي أكيد هذا الشيء يعني أنه بعطيه نتائج يعني غير متوقعة. ممكن الواحد يخطط وبالأخير النتائج تطلع على حسب ما خطط، وممكن تطلع على عكس ما خطط، بس التخطيط بحد ذاته بداية جيدة أنه الواحد يبلش يخطط. السنة هاي ما نفعت الخطة، السنة الجاية إن شاء الله بتنفع.
نعم. السنه اللي بعدها عملنا 20% من الخطه ماشي الحال السنه، بس انه يتابع حاله، لازم انه خططت تابع شو صار بالخطه تبعتك، هل انجزتها، كم انجزت منها، طب ليش، لو ما انجزهاش بس نعم. يسال حاله ليش، لو جاوب حاله، لو عرف يجاوب نفسه شو ليش ما عمل الخطه تبعته، يعني هذا بحد ذاته تطور برايي. طيب مين اكثر بيدخر حسب خبرتك يعني ومراقبتك، المراه ولا الرجل؟ صراحه الرجل طبعا، طبعا الرجل اشطر من المراه طبعا طبعا أوكي. طبعا اكيد، يعني ما بديش اكون مجحف بحق النساء، في بعض النساء ما بتخلاش انهم يكونوا مثلا قياديين ماليا في بيتهم، لكن الاكفأ في هذا الامر برايي الرجل، خصوصا اذا كان الرجل عامل والمراه غير عامله، انا برايي المراه الغير عامله صعب انها تكون قياديه في المجال المالي، يعني ممكن لو انها بتشتغل تفهم الموضوع اكثر يعني، بس حتى لو اشتغلت انا برايي الشخصي المتحيز انه لا الرجل اكفأ بهذا. طب بس ما الرجل اول ما ينزل موبايل جديد بده يشتري، سياره جديده حابب تكون عنده يملكها، طب هاي الامور كلها كمان انه بيصرف، الموضوع نسبي يعني اذا الرجل حاب يجي، بينما اهتمامات المراه احيانا بتكون بسيطه. صراحه انا شخصيا اشكك في هذا الامر صراحه، يعني نحكي بمنتهى الصراحه، ممكن الموضوع نسبي، ممكن يكون الرجل اهتماماته في اشياء لما يزيد دخله انه يعني ياخذها، بس المرأة ما بتأثر يعني في هالجانب كمان. طب رأيك دور خلينا نقول بطاقات الكريدت كاردز كيف بتأثر على الإسراف؟ عن جد واحد بتمادى وبصير بده يصرف أكثر، ببطل يفكر بموضوع الادخار؟ طبعا طبعا، هلا الكريدت كارد صراحة أنا يعني شخصيا ما بنصح فيها، بالعكس بنصح إذا الواحد بيقدر يروح على البنك فيه ديبت كارد بتعطيه خاصية إنه يودع فيها ويشتري بالإيداع اللي هو عامله أحسن، بالرغم من انه الاشخاص اللي بيستفيدوا منها يعني بيعرفوا يستخدموها كويس بيستفيدوا منها وبس، لكن اشخاص قليلين بده يتابع الاجريمنت تبعت البنك، يقراها يفهم شو هي، يفهم التواريخ اللي عليه امتى سداد، شو الانترست ريت، شو البنفيتس تبعتها، شو ممكن يستفيد منها، اذا فهم الموضوع كويس واشتغل وتابعه ممكن شوي يستفيد، بس في جميع الاحوال لازم يستخدمها في الحد الادنى، يعني لما السيلز مان تبع الكريدت كارد يحكي معك او مع اي حدا يحكي له والله تعال انه زبطنا لك ليميت عالي، هذا مش بريفليج، هذا بالعكس ديس ادفانتج وحيضيعه يعني قال بصير عشانه يصرف من غير وعي، مقدر نحكي بالضبط هو يعني انه بكون عنده يعني ليميت اعلى من امكانياته، ولازم يشوف شو امكانياته الشهريه، طبعا هذا الحكي بنرجع لموضوع الخطه، فاذا كان عامل خطه وإجاله تبع الكريدت كارد حكى له تعال خذ لك هي كريدت كارد بلمت كذا، بقول لك لا انا عامل خطه، برجع على الخطه ممكن تكون اجينست الخطه تبعته، فممكن وفي ناس تاخذ من هاي بتسكر هاي بياخذ من هاي بتسكر هاي مصيبة. وين يعني ليه بيفكروا بهالطريقه؟ بيفكروا بهالطريقه لانه معهم مش يسدوا المبلغ كامل يعني أوكي. صراحه دخلهم ما بكفي يسد المبلغ كامل، لكن هلا احنا في نوعين من الناس، في ناس لساتها ما تورطت في موضوع الكريدت كارد برايي انا بنصحها تبعد قدر الامكان الا اذا يعني بتاخذ ليمت بسيط قد ما بتقدر اوكي وفي ناس اللي هي شوي تورطت في الموضوع وغرقت في الموضوع تاخذ بيرسونال لون وتسد كل الكريدت كاردز وتلتزم لجهه واحده مبدئيا. طيب برايك الشخص يعني بس ينزل راتبه قد ايه برايك لازم يحط على جنب وما يقرب عليهم؟ حسب الشخص، حسب راتبه يعني مش يعني نسبه تقريبا يعني صعب النسبه تحكيها تعممها على الجميع، ليش؟ لانه في ناس مثلا رواتبهم بسيطه بتكفي حاجاتهم الاساسيه، في ناس رواتبهم مثلا عاليه، لكن لو افترضنا لو بدي اعطيك نسبه لو حكينا في الافرج يعني مثلا لو فرضنا انه الافرج رقم معين مش راح ما بعرف كم ممكن يكون الافرج بدها دراسات طبعا هذا الموضوع يعني ربعه ثلثه لا انا برايي يعني معقول انه يعمل له 25% سيفنج يعني مينيمم يعمل له 25% على اساس انه هو يجهز حاله، والسيفنج هذا على فكره مش بالضروره يكون كاش، بالعكس مش لازم يكون كاش يعني انه لازم يحطه بشيء هيك يعني انه ما يقلش قيمته مع الزمن، لانه بتعرف في تضخم وقيمه العمله مع الزمن بتقل، فلازم انه يحطه في مكان مناسب بحيث انه ما يطلع بالاخير السيفنج عليه بعد يعني ضرر. ف يعني بضيف على هذا الكلام من الأشياء الجدا مهمة اللي بتساعد على السيفنج إذا الواحد بيقدر، إذا كان عنده مثلا استثمار يعني استثمار كويس ومضمون زي العقار مثلا، ياخذ له لون ويشتري هذا العقار ويأجره مثلا
والإيجار مثلا بسد جزء من القسط وهو يكمل معه بالنسبة الليمت اللي هو هاي، وبعد فترة بصير عقار له وسعره ما بنزل، يعني شوية أمور زي هيك. هذا سيفينج، مش بالضرورة حط فلوس فوق بعض عشان تكون سيفينج. طب رأيك هل دور الالتزامات اللي موجودة بالحياة إنها ما بتخلي الإنسان يقدر إنه يدخر جزء من راتبه؟ طبعا طبعا، هلا هو الالتزامات جزء، وكيف نظرتك لهي الالتزامات. يعني في ناس تطلع على هاي الالتزامات بزاوية مختلفة عن الناس، في ناس تطلع عليها إنها أولوية مهمة جدا، في ناس تطلع عليها لا مش مشكلة هلا، يعني ممكن نعملها في الأولوية الثانية أو الثالثة. يعني في مثلا ناس بتقول لك أنا عندي أولوية إن أنا أسكن مثلا في بيت كبير فيه مسبح، فبشتغل على هذا الموضوع وبعملش سيفينج. في ناس يقول لك لا أنا يعني تو بدروم بكفي الموضوع هذا، فبتعرفي فعلى حسب على حسب الناس. في ناس بيقول لك انا ما بدي اعمل سيفنج، خليني انا كل يوم الصبح اسبح اما اطلع الشغل وكذا ممكن اطلع مبسوط اكثر. هو حر، بس احنا اذا بده يعمل سيفنج ما بنصحه يعني بهالامور. اوكي، المحلل عدنان الصالحي، شكرا لك. عفو. تسلم. عفو. المزيد حول طرق التقليل من المصاريف يمكنكم زياره موقع سيدتي.net. اتناول الموضوع عدد من المقترحات التي تدعم حياه ماليه مستقره. مشاهدينا، ننتقل الآن مباشرة إلى استوديو ببيروت مع الزميلة ساشا دحدوح. مساء الخير ساشا. يسعد لي مساكي دانا. شو عندكم اليوم خبريني؟ مساء النور. اليوم عنا كتير من الفقرات دانا، مثل ما كل المشاهدين اللي بيتابعوا ببيروت تعودوا على هالتنوع بالفقرات والمواضيع. اليوم في عنا ضيف مميز هيك توغل بالدراما السورية، الممثل أيمن عبد السلام، لنعرف آخر نشاطاته، هل في مسلسل قادم وخاصة خلال رمضان شو رح يشارك يمكن من مسلسلات رمضانية. يعني أيمن رح يكون بآخر محطة اليوم ببيروت، وكمان في عنا جولة موسيقية أو عدة جولات موسيقية، منها ساكسوفون هالآلة المميزة، وكمان في عنا تقارير محلية وعالمية، وأيضا ما نطرق لموضوع مع فرح مقدم المعالجة النفسية، إنه في بعض الناس أو الكثير من الأشخاص هيك بتشكل صورة مغيرة عن نفسهم، يعني منا حقيقية. رح نطرق لهالموضوع وكمان عدة فقرات ومواضيع. مدعي كل المشاهدين يتابعونا بعد أي قليل، رح نكون مباشرة على الهواء. برجع لك دانا وبقول لك يعطيك ألف عافية، من حيك ومن حي فريق عمل برنامج سيدتي. شكرا كثير لكم. أعزائي، وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة. إلى اللقاء.